مثل ما تعرفون وزارة الصحة مشتركة أو جزء وعضو بمنظمة أو اتحاد اللقاحات اللي يعني باقتناء أو انتقاء اللقاح اللي يكون أكثر أمان ويكون سهولة التوزيع. نعم. طبعا العراق مثل ما صرح السيد الوزير قبل أيام أنه أخذ كل الاستعدادات الكاملة حتى أخذ يعني هي المخازن وزارة الصحة من اللقاحات ووفر الدرجة الحرارة المطلوبة. مثل ما تعرف يعني لقاح فايزر يكون محتاج درجة يعني تحت 70 تحت. هذا يعني أن فايزر هو الأقرب إلى التعاقد. هو الحقيقة لحد الآن يعني تعرف منظمة الصحة العالمية لم تثبت بهذا الموضوع، لكنه إحنا أخذنا يعني هو أقرب للحقيقة يعني للاختيار، لكنه هناك ايضا بعد شركات، شركه موديرنا، شركه يعني كثير من الشركات ده تنطي وده تتم المقارنه، واكو اجتماع راح يصير بالاسابيع المقبله لانتقاء منظمه الصحه العالميه لانتقاء اللقاح الافضل والاحسن. فالعراق مهيئ يعني هذه المشكله المعضله عند يعني قسم من الدول، توفير مخازن يعني يحتاج بدرجه حراره متدنيه اقل من 70 درجه مئويه. فالعراق محضر هذه ومحضر كل الامور اللي تتعلق ب يعني موضوع الخزن. طيب دكتور نعم. محمد، نتحدث ايضا عن اليوم بدا العام الدراسي في هذه السنه الاستثنائيه، اكيد يعني كيف كانت اجراءات وزاره الصحه حول بدء العام الدراسي؟ الحقيقه وزاره الصحه جنبا مع جنب وزاره التربيه منذ بدايه الجائحه و يعني حتى العام الدراسي الماضي هناك تنسيق مشترك بين وزارة الصحة وبين وزارة التربية. الحقيقة قبل أشهر تم التنسيق ووضعت مثلا نقول الشروط المناسبة للمدارس وقضية التباعد بين طالب وطالب والصف، هاي تعرفوها أكيد، الإعلام يعرف أنه إيش قد الطلاب راح يكونون. أهم شيء دور وزارة الصحة أنه راح يكون وجودهم قبل الطلاب ويفحصون الطلاب كل يوم بشكل يومي، كل يوم بشكل يومي. نعم بشكل يومي، لأنه أكو معلومة يعني وزارة الصحة أكو قسم الصحة المدرسية في كل مركز صحي، وكل مركز صحي تابع إلى قطاع، فهنا راح توزع الملاكات الصحية، وطبعا اعتيادي هاي جهود استثنائية وكبيرة. طيب جدا دكتور. نعم. يعني عذرا على المقاطعة. نعم. هذا موضوع مهم جدا يعني، وأرجو أن يكون نعم. هناك علم لدى الوزارة أكيد. في الموضوع. بعض إدارات المدارس نعم. أصدرت توجيهات اجتهادية نعم. تلزم التلاميذ والطلبة بارتداء الكمامة من الدرس الأول وصولا إلى الدرس الأخير. نعم. نسبة الأكسجين، هل التلميذ الطفل مهيئ لارتداء الكمامة طوال هذا الوقت؟ صحيح. الحقيقة يعني خلال هذه الفترة أيضا صارت محاضرات أو دورات بسيطة للهيئة التدريسية والمنسقين الصحيين في كل مدرسة. معلومة إذا مثلا كل مدرسة بها منسق صحي يرتبط بالمركز الصحي العائد إليه. نعم. فتم طرح هذه المواضيع. طبعا تعرف يجب أن يكون بين درس ودرس يعني مثلا نقول استراحة أو راحة، وهنا طبعا موضوع تعرف الطفل شوية صعب السيطرة عليه. الموضوع لما يكون أثناء الدرس وطبعا فتح إذا الجو يكون مناسب، المنافذ أيضا، توفير يعني المستلزمات من المياه، من المجاري، من العائد المدرسة، يعني كلش مهمة. تعرف الطفل راح يقضي أكثر من 4-5 ساعات بالمدرسة، فبالتالي يحتاج لهذه. موضوع الكمامة طبعا تم التدريب عليه، حتى تم توجيه أنه المدرسة تكون ما تنزع الكمامة أمام المدرسة والمدرس أمام الطالب حتى الطالب يقتني به. تعرف خاصة شوية الصعوبة راح تكون بالمراحل الأولى، صف أول ابتدائي، ثاني ابتدائي. طيب. لكنه أكو يعني اتخاذ الإجراءات نعم. من قبل نعم. دكتور محمد نعم. كاظم، عضو الفريق الإعلامي الطبي في وزارة الصحة، شكرا جزيلا لك.